الختان والعمار وبنيطو دائما تنتظر منه الخبر. الآن العرضية ومسرحي وناس جول. هداف هابريك يعلن تقدم الليث الآن. هدان يسجل الكرة بداها بنيطو من الجهة اليمنى. ألا تفاهم بين مسرحي والدفاع. خروج من فيصل مسرحي أبعد الكرة هيأها ناصر إلى هتان بهبري اللي حط الكرة في المكان الخالي. الشباب يتقدم بروحه بروح الشباب. تقدم هتان بهبري وسجل وأدرك التقدم للشباب. الآن خذ مباراة جديدة الشباب